الرمال اللامتناهية والجبال الوعرة تبدو سلطنة عمان في غاية الجمال والروعة، وفي المقابل فإن هذه الطبيعة الخلابة قد تشكل تحديات للسائقين المغامرين. تعد مسألة الرؤية في كثير من الأحيان واحدة من تلك التحديات، وعلى هذا الأساس نود نحن في مرسيدس بنز أن نشاطرك بعض المعلومات حول كيفية فحص السوائل في مركبتك. عندما يكون مستوى السوائل منخفضا في المركبة سوف تلاحظ ظهور ضوء المؤشر على لوحة العدادات. عندما تكون السيارة على سطح مستوى يتعين عليكم الوصول إلى حجرة المحرك، بعدها يتعين عليك الوصول إلى خزان غسيل الزجاج الأمامي وفتحه. يتم إضافة مزيج غسيل الزجاج الأمامي المصنع من قبل مرسيدس بنز. وللحفاظ على سلامتك تأكد من إطفاء المحرك، ولا تفحص السوائل الأخرى مثل سائل التبريد إلا عندما يكون المحرك باردا. لمزيد من المعلومات قامت مرسيدس بنز بتثبيت دليل المالك المتكامل لراحتكم. والآن أنت جاهز للاستمتاع بالقيادة. وللمزيد من المعلومات تواصل مع وكيل مرسيدس بنز المحلي أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mercedes-benz.co.com.